ولليال إلهي تبارك وتعالى بينون لدي نعم أن تركوبي كريم سيد قرآن بينا وشاقي نموينك ربك تبارك وتعالى مصنا ويكال قيمة بضيه نعمده هو قال صلى إلهي إن السيئي ونعمد إيمانك إسلامي مدر ميلا قمبول إلهي إنه بحسوسيه وحونا كردقي إن إتهي نعمة ميسترا ووحبا كرد منين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نعمة إذي كركي إنه وقوط ميسترين ونعمة دينات أدي إلهي الدين كسيه وحكا مقري ويريح ساز دراديد بان نبي جل وعلا صلى الله عليه وسلم الدنيا النعموين كذا إلهي عد والبواسية قال يا مسلم بوسية بدو نعم يا بدو جعل بواسية لكن نعمة الدين تي إيمان كالله وكوسية ذاتك وتعريه كليه إلهي إنه كتعريه لو ما قرطين حول كوسية لو ما قرطين كوسية تشاك كوسية لو ما قرطين عرور كوسية وحال لغو كرتا إلى الدين لذا هيبا لغو كرتا إن إلهي كتعليه تبارك وتعالى لماذا قالك إلهي إنه مدقي خلق آدو فربضا لك قدي آدم إنتو قلي سقال بقول إيا سقال إيا سقاشا كن كيبا أيا إلهي لماذا كقدي كن كيبا هلو إلهي مؤمن كدي ومسلم كدي ونعمذا لغسي كن كي إلهي ونعمذا مدقي هدان كم بدنقلي صباح وين ما صباح قال يا ما صباح إلهي تبارك وتعالى إنه خصص يا ما نعمة سمرك الشكر بأبانت نعمة استهدوا إلهي كسي وحي أبانت إلا تكمع تعجز إلهي مرك وكسي هذه لئن شكرتم لازيدنكم هذا شكر دان وايدين كردين هذا النعمة إلهي كسي قرأ ويدو وتكوش سارتو وتكشكري ويدنا إلهي محوري إن عذابي لشديد مرك وكو عذابي الدون كان النعمة لغو عذابي آخرنا عذاب مضليسا نعمة الدين تشكر يدو الحوية إن روح قيمه هذا قرن وإن قالوا إن الدنيا يوحى قرق هذا يعني قلب كاللبان إن الدين تهنا دقن عمل كرد قرن والدين تأي دقن السبب الدرشو شيء شاء هذا النقل أخلاق دو دين نقطة أخلاق دي دين تا كسب كاغوين نقطة كسب كي دين تا قريقا قولوا نقطة قريقا دين تا نلش هذا إلى النقطة نلش إسلام ماذا يدعي كإله إيمانك إلى أن يقتلك الله تبارك وتعالى قلبك سدحان وحوى مهم كخطبة قصة أبصري شكر الدين تإلهي بسي وحى كم إذا إن الدين تإلهي بشقيس إن الدين تإلهي أهلي لسو إن الدين توحكو بيرسود وحكو ترتو الله تبارك وتعالى ودين تي سواء وضع صدر ونوباهن إنه مال والبقارسين أود هذه وله لكن ويرغب امتحانها إن قال إنه مفير لي مسؤولية دا الدين تين الله لي ولا قرب استاجها ومسؤولية نوى تعالى كوح قولي إلهي مصارين علماء كذي الله مصارين بمرك كذي الله مصارين يعني ما لحد كذي الله مصارين كل يوم يرغب مصار الله عز تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تأهوا وفيرس هذا في ميشا لغوها القفصدين لو بدين دوركي لو بدين علمدي لو بدين مدحدي وحا ليري مؤمنين صمون نتي واك مركا وش لا غار مؤمن سو جيتو هي محل غربا كونوا انصار الله اله الدين تي سو هيلي اله الدين تي سو هيلي ومسلم ولا طالوا واك قران الله كعبري امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وامه الهي ساري او لو ساري ان الدين تنحبارتو oo ummadaha kala gaarsiiso naf ku bixiso xoolo ku bixiso dadaal geliso waa ummad la saaray waay ummadii hore nabi markuu tago ama rasuul tago ku kala loogu soo bedeli jiray kaasa mas'uuliyadda qaadi jiray laakiin ummada nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam rasuulkeena ugu dambeeyay rasuul Ilaahay soo diray mas'uuliyadii nabiyada iyo rasuulsha ayaa qaaday ummada qaaday ummadana Ilaahay ku sharfo ku karaameeyay in nabi Muhammad hadii uu meesha ka baxayo dhintay إن المسؤولية دي لو وريكتو إذا إلهي شرف كسي سيناس دراديد بي وحي كل نقطي أمدها مدى أغخي من على الإطلاق أمد إلهي سو سارو أمد إلهي أرد أو قدر صارت وحوي بوز كي النبي يدا حوشي النبي يدا قبل كنين بيسو تاكت مركا عينو سيناس السبين المسؤولية دا قادنو إلهي وإنا كرامين داتكي مسلمين تي نبي محمد رميين صلى الله عليه وسلم
markay diinta soo galaadba waxay garanayeen mas'uuliyadooda inay ka mid tahay xil inuu ka saaran yahay diintooda. Khadiija nabiga rumaysay sallallahu calayhi wasallam markay diinta soo gasho iimaanka qaadatayba nabigay garab istaagtay, xoolaheeda, caqligeeda, nafteeda ilaahay ku geeriyooto. ilaahay tabaaraka watacaala ugu abaalguday iyadoo nooloo adduunka korkeeda joogta in malakul jibriil samada laga soo diro oo alle salaan u soo dhiibo. malakul jibriil baa salaan loo soo dhiibo. waxaa la yidhi khadiija u tag, waxaad gaadhsiisaa salaan rabbigeed ka socda, ka socota. nebigu u yimi malakul jibriil, wuxuu yidhi waxaa isoo diray allaah, waxaanan xambaarsanahay salaan rabbi, anigana khadiija igu salaan, salaanta rabbina iga gaadhsiiy. waxaadna ugu bishaaraysaa guri jannada ku yaalla oo luul ka dhisan oo buuq iyo qaylo iyo dhib midna lahayn. maxaa loogu bishaareeyey oo ar lagu soo salaamay khadiija calashaani waa kaalintii iyo dowrkay ku lahayd diinta waxqabashadeeda soomaali. nebi maxamed markuu sal alla wasalam u baahday ciidankii jeishul xusra suuratu tawba lagaga hadlay xilliga adag baxay tabuu ku duulay iyo ruum, nebigu markuu u baahday dhaqaalihii ciidanka cuhmaan ibnu cafaan baa keenay ciidankaasi dhaqaalihii lagu bixin lahaa. markaasaa nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam maa dara bnu cuhmaan maa camila bacda lyowm, ina cafaan maanta kadib wuxuu sameeyo dhibi maayo. jawaab gudbay wey macna ninkaasi sooma. abuubakar markuu soo islaamay ragganaad arkaysaan ee la yidhaahdo tobanka jannada loogu bishaareeyey intooda badan abuubakar baa soo islaamayey. abuubakar baa sabab u ahaa addoommadii la addoonsanayo muslimiinta la dhibayey xoolihiisu ku bixiyey waa soo gaday. ragga hantida leh waxay ahaayeen nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam hanti dowladeed ma lahayn, akownna ma lahayn, central bankina ma lahayn, wasaarad dhaqaalena ma lahayn. diintani waxay ku faafaysay waxay ahayd dadka rumeeya jeebkooda waxa ku jira, sidaasay ku guulaysatay, dowladdu ku dhalatay, diintu ku faafto. mas-uuliyaddaasuu nebigu ummadda uga tegay, ayaguna markuu uga tegay way xambaareen oo caalamkay u gudbiyeen, xaggaana waxay gaadhsiiyeen ilaa andalus, sbain iyo bortugiiskay gaadhsiiyeen, xaggaana waxay gaadhsiiyeen ilaa jinaha xuduuddiisay gaadhsiiyeen. intay noolaayeen bay ilaahay diintiisa u shaqeeyeen tabaaraka watacaala, naf iyo xoolaba. sidaasay iyaguna kaga tageen. markay adiga ku timaada marka waxaa loo baahan yahay mas-uuliyadda inaad arinto. keliya xilku kaaga saarna reerkaaga iyo caruurtaada iyo islaantaada keliya maaha, rag iyo dumarba mas-uuliyadda ina saarina diinteena ka mid. inaan ka murugno xaggay taallaa, maxay u baahan tahay, dhaqaalahaaga maxay ku leedahay, caqligaaga maxay ku leedahay, qalinkaaga maxay ku leedahay, noloshaada maxay ku leedahay, aaway qaybtii diintu ku lahayd, inaad isweydiisan waay. nabigeenna sallallahu calayhi waali wasallam nin baa u yimid nebigu marka dagaal buu ku jira. ninkuwuxuuyii yaa rasuul allah, miyaan islaamaa mise waan dagaalamaa? ninku marka waa isa soo diyaariyey, waa soo labistay, dareyskii ciidanku soo qaatay, dagaal buu isu soo diyaariyey, welina waa gaal ogow, weli ma islaami. markaasuu nebigu wuxuu rasuulka ilaahi a uslim am uqaatil, rasuulka yidhi miyaan islaamaa mise sidanaan dagaal ku galaa? nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam mayahe islaam markaa kadibna dagaal. markiibuu ashahaatay diinta soo galay, markiibana dagaal ku galay, dagaalkii baa lagu dilay. nebigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam camila qaliila wa ujira katiira, wax yar buu shaqaysanayay, ajir weynna ilaahay waa siiyey, waa shahiid, jannada meelaha ugu koreysu ka gelayaa, wax yarna waa shaqaysanaya. u fiirso, wuxuu ogyahay ninkaa soo islaamayo marba hadduu diintan soo galo mas-uuliyaddiisa inay tahay inuu diinta isu taago, nafta siiyo, xoolaha siiyo, caqliga siiyo, dadaal ku bixiyo. xataa dumarka nabigeenna sal alla alayhi wasalam ummu xaraam gabadha la yidhaahdo ayuu gurigeeda ku qayluushan jiray maalinkii. guriguu yimid wuu yaro seexday nebigu sal alla alayhi wasalam, kadibna hurdaduu ka soo booday asagoo nebigu muusoonayo qoslaya sal alla alayhi wasalam. ummu xaraam baa waxay ku diri rasuulka ilaahay maxaad u muusootay, waa adiga hurdada ka soo booday. wuxuu nebigu yuri sal alayhi wasalam waxaan ku riyooday ciidan ka mida ummaddayda ood moodayso sidii madax sariira saaran oo kale oo badda korkeeda marayo duulaan ah. markaasaa waxay tihi rasuulka ilaahay ow ilaahay ii bari inuu ciidankaa igu daro. waa dumar ogow ciidankaa badda mari doonaa, baddu waa halis, doomihii shiraaca ee tacbaankaha baa lagu duuli jiray, halis wey, waa meesha lagu baabi'i jiray. ciidankaa badda mari doonaa inuu ilaahay igu daro, nebi allow ii weydii
نبي وحكوا له أم حرامي كميت باطها أوفيس نبي وهردي بقول الله صلى الله عليه وسلم هذانا هردي بكسر بودي أصلا موسى يا واحد رسول الله حارم موسى هذانا وحيد عيدا سيدي أو كلا بضم مريا ودولانا أو أمضى إذا ما كور يودي مر لبعض واحد رسول الله قوة إن الله يقدر يوديه وأضم رجوع وأضم رجنا لكن واحد درين سنت هاي واحد الرادين هي الرادين يسعى نبي وحكوي أم حرامي عيدا كهرات كتير تاية كندم بكم أجر سيد أم حرام تاريخ نصيدة القرطي واحد راع ذي عيدا كي أبوه الرئي إيه بضا مراها إيه فرطي جزيرة قبرص صومت قناة جزيرة جزيرة قبرص يونان إيه تركيا أي ودد دقين اسمها يا جزيرة عيدا كي فرطي راع ذي أم حرام وحل إذا هذا المركب يبدأ كبحين هو أي برقة أبحين أي قريد كي كرع ذي هل كان سيكون قيري وتنكو أصل ذلك رواية قارنا واحد تلما المركب يبدأ إذا كنت مركب صور نقضي وشام كو صور نقضي وبدأ كسو دقي هل كان سيكون أصل تهو قريد كي ذكر بعض لما قربة وشيدة بحيطة وحويان ودمر هذا الواحد لليميسا دين تمركب أبهاته حتى نفتد من ديار الله صمت مرك واحد هو مسؤولية أمدد واحد رجع دمر ومسؤولية أمدد مالك مسؤولية أي أمد أتهجنيه سأوها يسي ومالك إله عزيه واحد ومالك دولته وإلى أيك قول ستي واحد روم هي فرص مالك عكت المريء واحد ومالك حضارتي وقلت أريد أدون كإنسان مرتاح وقلت قيمة بندي مالك المسلمين تبسيب ده ومالك الدين تلك مستقيم تبارك وتعالى أيوه اتراضه أنت كبدنته أو نقاله أنت كبدنته مالك المسؤولية دي ضيعين معا داعي دي بلعب معا داعي ومالك يورب صوك عيسو ورقلوك صوك عيسو والمسؤولية دي اللي دي بقراني إلى ما أنتنا إلى المسؤولية دي قادلو دولي كبهمين إلهي باتا إلوشيك تبارك وتعالى إن تنصر الله ينصركم هذا إلهي أهي اللي سموه دي الهي حدادو هي لي وينان يا دان ايدن كلام شبا او بربورا او اسخلافا او اسلايا او هل ايدن كوميستو او دلوبا يا وعيدن كفري لان وحوي وحي الهي لو وحي للهوان ضي علي صمت نينك وحا صورة قل اما رحضا اي كرسي كفر ايا مدحوينها اما وزيركا كمتشرتو اجندياش او وحكاقبان ايو الدين تو كمتشرتو بل دولة لها مسلمين تا إذلك المسلمين تكتلي ياي دولة بتشت كيد الدين وحقوق بأي كتير تاي ويرتاح وزارة اللي هذا وزارة أوقافتي أرمها الدين بأميرها اللهم رحمة أيضا هو وزارة أوقوب بتشت يروى دل لك مالي كي تاجر كي حولها يستهي الدين تو أباهني مساجد أباهني دعوة أباهني قومه وحبرشاد أباهني تكسيدي أباهني كي تاجر كيها وقلنا بشر تبتشد والكوح اللي إلى هذا حولها الدين بواح كله وشغل يسمى كي قلنك لها قلنك قرية بوك قرية قراغعها قرشيه سوء بجرت سحفيه وحفافين إياه قرشيه سدين وقل بجرت هذا صلى الله عليه الله مما وانا مسلمين ومساجك سبوء ما ناوودت كنا دين تنوقوه عبد السلام مركان سيدا سوك المسؤولية دي إلهي نصاري وضي يعنو دي يا إلهي لنا يا مركان يا صويني ندلونا ما مالي بمالي حال كأنه كسي درو سيداز درادي دولة ليال عزيك أنه هي الشرف كأنه وكتشرا أي نوصل لقلنا إنا الإله الدين تيسا إسكح لسارنا نموت بوقو كاريكا روح عقلي قال إلهي داتي غار وعقلي بدل بسي حتى صحابة قاركم إذا عجبتي لهاي أم صلبة أكالي النبي صلى الله عليه وسلم حالك باكم ربتي مالك هشيسك حديبية أوكالي هشيسك قدبتي سوديك بطناي أو نبي قادة الليل صلى الله عليه وسلم أو شروط الصحابة الأقبل كنوائيان وكبية الدينة أو نبي مرقي صحابة بويم وروين النقرين حولها قلق أو حيرت وين النقرين وحكا وقاتوا نوع قدود أما النوع رجائي كقبان إن حكم كالبدلاء نبي صلى الله عليه وسلم سبو مروسا أو البهارسا أيوه أصوك علي حاسكي سبو مسلم محاك وقع الرسول كإلهي وقعي الصحابة دي بان ما تعمر سي وحامر كي قاتل واي وحيت الرسول كي المرة طيلة قاعمر قاتل ها أمر دمها سينين هذو انتا دقاعه
xoolaha gara gowra timahan xiirasho ku bilow iyaga marka quraacdo nabigu waa soo baxay raayigii uu salaam u qaatay markiiba wuxuu bilaabay inuu xiirto xoolihiina gowraro saxaabadii markay arkeen nabigii hawshii ku dhaqaaqay kulligood wax weyagoon hali ka hadhay ayaa timo xiirasho iyo xoolo qalin la bilaabay iyo dib loo yaa iska lahaa ra'yiga arrintan furfuray ya haweenay baa iska lahayd xataa waxay dareensanaayeen caqligaaga diinta ku garab istaag taladaada waayo aragnimadaada midda mid ka daran ummu sulaym radiallahu tacaala canha ummu sulaym anas hooyadii way garoobowday ninkeedii baa ka dhintay kadibna waxaa soo dooray nin la yidhaahdo abuu talxa abuu talxa nin qaali u ah isagu marka waa gaal iyadoo waa muslimad ummu sulaym baa garoob guur buu ka rabaa waxay ku tiri abuu talxow ninkii la guursan lahaa waa tahay haddii nin buu la guursanayo kii la guursan lahaa waa tahay laakiin gaal baa tahay aniguna gabadh muslimadaan ahay ima geydid kuna guursan maayo soo islaam haddaad soo islaamto waana ku guursanayaa meherkaygiina waxaan ka dhiganayaa inaad soo islaamto allahu akbar abuu talxa wuu soo islaamay ummu sulaymna wuu guursaday meherkeediina wuxuu noqday inay ninkaa soo islaamisay waxaa la yidhahdaa taariikhda laguma hayo gabadh ka meher qaalisan ummu sulaym lama hayaa la yidhahda leanna abuu talxa mataqaana waa ninkii nebiga difaacay markii dambe oo nebigu yidhi sawdkiisa iyo qowqiisa markii ciidanka laga dhex maqlo kun nin buu ka qaalisay yaa sabab u ahaa gabadh baa soo islaamisay soomaali marka dad noocaasa rag iyo dumarba dareemaya diintani waxa ay ka rabto iyo waajibka ka saaran dareemaya laakiin maanta markaynu hawshaa dayacni waad aragtaa waxayna haysa isaga sheekaynm marka mas-uuliyadda aynu kusoo noqonno oo aynu iska kaashanno oo diinteenna aynu kor u qaadno ceeb bay inagu tahay innagoo muslimiin ah meelaha ugu liita inay diinteennu tahay bal ilaahay baa nugu dhaaray u fiirsada qur-aanka kariimka ah oo waxaynu haysanno ugu qaalisano hadalkii ilaahay ah oo wax la ciseeyo oo la sharfo kii ugu qiimo badnaa maanta dugsiyada qur-aanka xaggee lagu dhigaa xaggee qur-aanka lagu dhigaa jingado meelaha bullaacadaha agtooda laga dhisay biyo mareenka iyo siwajka agtiisa jingado laga taagtaagay ayaa qur-aanka lagu dhigtaa iskuullada xaggee lagu dhigtaa ya qurux hulka ay haystaan gaal iska arag ya intaasoo ekar buu haystaa iskuul dhismayaal quruxsan lagu leeyahay soomaali dugsigiina xaggee ku yaalla meel dullaacaduu ku yaalla taajirkiibaa sii maraya milyaneerkiibaa maraya wuu arkaa ilmihiisaa dhiganaya xataa waa keeni laaya war ilaahay qur-aankiisa meesha ka qaad dhowr galaas u dhig hun yar u iibi soomaali waxaan hadda la dhawaaqayno la calacalayno waa masaajidii goobihii ugu muhiimsanaa dhawaaqu baxaya soo maarata soo ma muuqata marka mas-uuliyadiinaan dayacan yaa mise hadal baa ku jira way caddahay soo maa ilaahay tawfiiqda hayna waafajiye mas waxaan idiin dareensiinahayay dareenku horta bal inuu yimaado diinta ilaahay aynu kor qaadno ilaahay ina sharfo ina ciseeyo xaaladan aan ku jirno hadda adduunka xaalad fiican mee ka ummad ahaan in ilaahay inaga saaro tabaaraka watacaala innagana aynu mas-uuliyadda qaadano biidnillahi tabaaraka watacaala sidaa ma isku ogaana war saa ma isku ogaana allah inagu kaalmeeyo allahuma rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina cadaab annaar ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا اليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم